صباحكم أفراح ومناسبات حلوة. بهالفقرة رح نتعرف على مجموعة من التصاميم الأردنية بفساتين الأعراس مع لجين سعد الدين. صباح الخير صباح الورد لجين، حبيبتي. كيفك؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا، مبسوطين أنه معنا مصمم أردنية بعمر صغير عم تعمل إشي كتير مهم، من أهم الأيام وأهم الفساتين أيضا اللي بترتديها الست والصبية هو بيوم العرس. فخبرينا كيف دخلتي لهالمجال. هلا بالبداية أنا صار لي سنتين تقريبا عم بشتغل. بالبداية كنت أطرز مطرزات شرقية من أنا عمري 10 سنين. كنت أطرز ثواب فلسطينية وأردنية. بعدين إجت عندي شغلة أني أحب أتفرج على فساتين الأعراس، أروح على المحلات أخذ فكرة عنهم. هاي بداية قبل ما أشتغل يعني. لما بلشت شغل بلشت ببدلة واحدة، هي أول بدلة صممتها، وكانت هي الطريق لإلي يعني لبلش بالتصاميم. حلو، يعني إحنا بنعرف كتير الصبايا أكثر إشي يمكن بيلفت نظرهم هو فستان العرس، حتى لو يعني بعمر صغير بس بحبوا منظر فستان العرس أو فكرة فستان العرس. فأنت من هون بديتي إنه ليه ما أكون أنا مصممة فساتين؟ هي زي أفكار تطورت هو الموضوع يعني لما يكون الواحد بحب إشي. حلو، طب بين المطرزات وبين فساتين الأعراس قديش حسيتي في فرق؟ هلا طبعا فرق كتير لانه التنين بيختلفوا كتير عن بعض. نعم. بس هي انه من ناحيه الشغل يعني المطرزات شيء كتير دقيق، هو اللي يعني لقدام بيخليكي تدخلي لمجالات تانية. حلو، طيب احنا رح نشوف مجموعه من التصاميم معنا بالاستوديو عبين ما نشوف اول تصميم. تخبرينا كيف بتشتغلي على القطعه، من وين بتجيبي الافكار، قد ايه مطلعه كمان لمصممين سواء محليين عرب من العرب او عالميين؟ هلا بالبداية كنت أرسم، بعد الرسم صار من الزباين نفسهم أشوف إيش أفكارهم. نعم. مثلا أشوف بدلة تعجبني تنورتها، صدر بدلة تانية، صرت أجمع أفكار يطلع معي تصميم جديد. برضو بنفس الوقت في كتير قلدت لتصاميم مصممين عالميين تطلع معي نفس البدلة. طبعا في مشاغل هون وخياطات عندي، هم اللي بيشتغلوا البدله وبفصلوها، انا علي بس اجمع الافكار وارسم البدله. حلو، يعني موهبه الرسم موجوده لانه بحسها كثير بتساعد المصمم أكيد. ليوصل فكرته. بس تجميع الافكار لسه احلى من الرسم لانه الافكار بتجيكي يعني فجاه، بخطر على بالي مثلا هاي البدله لو كانت هيك بتكون احلى من الرسم. حلو. رسمه ممكن بدك تتقيدي فيها. حلو، بس تجميع الافكار كثير احلى من الرسم. تمام، خبرينا عن الطلعه عم نشوفها. بعدين عم بحب انه مستر يعني هيك إليجنت، خلينا نحكي. طبعا هلا الدارج موديل كوم الدانتيل، سواء كان كوم كامل او ثلاث ارباع. هاي البدله صدرها كله مشكوك كريستال. من تحت فكره التنوره غريبه بالفازلين، معموله اكثر من طبقه. اكثر من طبقه. حلو، تمام. شو حبيتي تقدمي من خلال فكره هالفستان؟ لانه عم نشوف مثلا أنا بعتبر الفستان اللي بأكمام ملوكي. صح، أكيد. هل هاي هيك صارت الأعراس هلا كثير مختلطة، ونسبة كبيرة من الأعراس مش مختلطة لأنه في رقي زي ما حكيتي. هلا نرجع لأيام زمان كانت كل هالبدلات الكوم الدانتيل. نعم. هلا عم ترجع كلها موضة أيام زمان. حلو، ومنحس دائما برضه الصبية بتحب يعني هذا النفاش، احنا ما بنلبسه كل يوم. صح، فبتحب مزبوط. بتحسي لسه موجود او بحبوا انه تحديدا بهاليوم يتميزوا فيه. مزبوط. انا اكثر موديل بشتغل عليه بالبدلات اللي هو موديل النفاش، لانه يعني العروس تبهج فيه اكثر شيء. مثلا هيك قطعه لجين قد ايه موادها موجوده، قد ايه اخذت منك وقت وشغل، احكي لنا تفاصيل. هلا هاي تجميع افكار كانت مش رسم، فانا كان عندي بدله تنوريتها مصممتها نفس هاي، وصدر هاي على بدله ثانيه. فالزباين لما كانوا يجوا يقيسوا البدله حسيتهم فضلوا صدر هاي البدله على تنوره هذيك البدله. فرجعت أوكي. خلال اسبوعي اللي كنت عامليتها ومخيطينها. حلو، ايش عم بتحسي هيك رده الفعل بالقطع اللي عم بتقدميها؟ الحمد لله عم تعجب، يعني كثير عم تعجب. يعني انا بوقت قصير بلشت، بس الحمد لله يعني الاغلب صار يعرف مكاني. حلو، طب بتحسي انه انت ممكن تغيري فكره الفستان اللي بتقدميه اذا مثلا الزبونه حكت لك لا بدي هيك بدي هيك، ولا لا انت بتقدمي القطعه واللي حبها زي ما هي يحبها؟ لا، هلا كثير بيجوني الزباين زي ما حكيت لك تعجبهم اكثر من فكره من اكثر من بدله. بحكي لها ما فيش مشكله، ارجع الاسبوع الجاي مثلا انا بكون افكارك بطبقها. تمام، معنا كمان قطعه يمكن هاي خطبه اكثر. هذه خطبه، هاي للناس اللي ما بتحب الاستراس اللمعه بالبدلات، موديل كثير ناعم. حلو، لونه حلو كمان.
هلا الالوان هذه السنه كلها درجات الفستقي ودرجات الزهري رجعت مره ثانيه لانه كان صار لها فتره الوان الغوامقه، فهلا صاروا العرايس لا سمراء او بيضة خاطر تلبس الوان فاتحه. حلو. برضو عم نحكي انه بمناسبه خطبه مثلا عم بيروح التوجه لنفاش. لنفاش مزبوط. طب بتنصحي فيه لكل الصبايا ولا يعني ممكن يكون بخوفهم انه بنصحهم بدفشهم؟ لا طبعا مش للكل بالبق يعني بدله الباربي في الاي لاين والسمكه بتلبق لكثير ناس، بس انا لو من ناحيتي انا بفضل الباربي لانه هي مره واحده العروس رح تلبس بدله، فحلو تكون انها هي ماخذه المكان. مزبوط. طب لما تيجي العروس بدها تختار يعني هو من اصعب الخيارات غير العريس الفستان فستان العرس، فانت شو بتنصحيها يعني اللي بتشوفيها متحيره شو بتهمها؟ هلا اكثر شيء منعانيه بالشغل انه العروس بتكون مثلا جايبه معها ثلاث اربعه، طبعا فيش ثلاثه نفس الذوق كل واحد رايه، تلبس البدله هي بتكون عجبتها، امها مثلا لا، اختها حلوه، صاحبتها لا يعني، فكتير العروس بحطوها بناحيه توتر، هم بحطوا حالهم يعني احنا مش حاطينهم، فهي يعني حلوه انه طبعا احنا بننصحها يعني انا مستحيل وحده تكون مثلا ملانه اجي احكي لها بدك تاخذي باربي، الباربي معروف انه راح يضخمها. بتحسي العروس عندها ثقه بالمصممه يعني المفروض تسمعها ما تسمع اراء الناس الثانيين؟ صح وهيك، بس في ناس عندنا كثير منونين يعني بيروحوا بيشوفوا بيرقيسوا وخلص يعني بعدين بجمعوا افكارهم، غير هيك في شغله انه هلا على الانترنت صار كثير ناس مثلا تعجبهم بدله تيجي تحكي انا بدي هاي البدله، طب هي نهائي ما بتلبق لك. مزبوط. بتكوني صريحه معها؟ لا طبعا اكيد. يعني الحمد لله عمري ما نصحت حدا انه بس لانه لا تاخذ من بدلتي، لا بالعكس بحكي لهم شوفوا وارجعوا يعني وبننفذ. يمكن اذا بدنا نقدم نصيحه للعروس انه ما تاخذ كثير ناس معها. أيوة يعني هي. زي ما انت حكيتي بتصير تسمع اختلاف الاراء كثير بغلبهم. مزبوط. بتحسي لازم العروس تكون كلاسيكيه باختياراتها ولا تروح على شيء غريب الاكستريم؟ هلا كثير حلو الغريب يعني البنات اللي عندهم انه ياخذوا افكار كثير حلوه الغريب. هلا هاي السنه اللي عم بيدخل هلا اللون الاسود دائما للكل بيقول لك لبدله خطبه فالمو منيح. هلا السنه هاي انا عم بدخل ببدلات الخطبه اللون الاسود كثير يعني هو حلو وبلشت الناس يعني دخلت بلون، هلا رح اصير اصمم بدلات كامله اسود. حركه جريئه. لانه صارت الناس تخاطر صارت تحب الافكار الغريبه. هلا بدايه ما نزل الكم الدانتيل كانت مثلا تيجي عروس معها امها تحكي لها العروس بديكم، تحكي لها امها لا راح ليش انت عرسك مش مختلط ليش مستر، هلا صارت الامهات نفسهم يحكوا بدناكم. مزبوط. فهو كل سنه بتتغير الافكار بتتغير الاراء يعني. حلو. طب لجين لما تشتري على هيك قطعه ثقيله بيختلف مثلا تصميمها عن فستان عادي لوحده معزومه او وحده رايحه على سهره؟ لانه لما نحكي انه هي صاحبه المناسبه العروس او بالخطبه غير عن تصميم قطعه لمناسبه عاديه او فستان عادي. طبعا اكيد يعني هلا العروس لازم هلا طبعا معروف عندنا اللون الابيض والايفوري للعروس، فالعروس لازم يكون في فكره ببدلتها تميزها عن الكل. هلا ليش انا ما بنصح ببدلات السمكه؟ حكيتها كثير للعرايس اللي عندي، ممكن انت العروس تكون لابسه سمكه تيجي وحده من المعازيم لابسه فستان باربي. فانه والسمكه اصلا بده يعني ناس محدودين كثير. هلا الاي لاين بيلبق للناس الملانين يعني فوق نحكي فوق وزن ال 80 اي لاين كثير بيطلع حلو. انت لشو متوجهه اكثر؟ اكثر الباربي صح؟ بس عندك تصاميم اي لاين؟ طبعا اكيد عندنا تصاميم اي لاين وعندنا سمكه. طيب. بس هو الاكثر اللي هلا راجع يعني موضه الباربي. خلينا نشوف كمان قطعه واخر قطعه معنا صارت برضو جاهزه. مثلا انا بالنسبه لي هاي من احلى القطع، كثير بحب هذا النوع من الاب مختلف عن السترابلس او اللي بيكون بدون اي. هلا غير هيك انا كل التصاميم اللي عندي بالمحل اي تعديل من فوق انا بعملها يعني ما بخلي مثلا عروس يعني من فوق بدها اي تعديل بنعمله ما فيش كمان كان مشكله. طب خبرينا شو الفكره اللي قدمتيها وحبيت تقدميها من خلال هالقطعه؟ هلا هذه القطعه زي ما حكيت لك فكره الشيالات كثير حلوه اللي هي الاوف شولدر بس مش كم شيالات. هلا الصدر ممزوج بكريستال وبستراس يعني انت شايفه لمعتها كيف صح لمعتها قويه جاي على نفس البدله، وهذه قصه الفي. قصه الفي للبنات اللي نحاف كثير حلوه لانها بتعطيهم بترسم خصرهم بالفعل حلو، ومن تحت الحبكه كمان هاي اذا منتبها بتنوره البدله من تحت هاي بتساعدها على الحركه. طب اذا الصبيه شوي مليانه من فوق ممكن تناسبها هيك نوع؟ هلا حسب انا قلت لك فوق ال 80 يعني الباربي كثير بنصحهم لا يا لتحت. هلا ممكن ناس لا قصدي لانه برضه بتخسر يعني البنت اللي شوي مليانه بتحب انه يكون على القليل لا بس رح يكون من تحت كثير خميل ومن فوق نفس الشيء فلا ما بناسبها هيك كثير حلو. هاي القطعه مثلا قد ايه اخذت شغل؟ هاي 10 ايام.
10 ايام يعني نسبيا مش كثير اذا عم نحكي. لا لا ما يعني انا بحكي لك عم تجيني العروس بحكي لها بعد اسبوع ارجعي انا افكارك بجمعها ببدله ما عنديش مشكله. حلو حلو كثير حلو. طب لجين ايش بتحسي تصميم الازياء اضاف لشخصيتك؟ طبعا احنا نحكي لكل اللي بتابعنا انه لجين عمرها بس 20 سنه وعم بتقدم هيك قطاع حلو ولساتها عم تدرس بالجامعه، فايش بتحسي اضاف لك؟ اول شيء اجتماعية، عرفت كتير جهات، دي صرت أنا بس بدي موديل أطلعه معي أضل يعني معاه ليطلع حتى لو ما طلع نفسه أرجع أعيدها. حلو. يعني بطلت تحسي أنه مثلا هذا صعب أو مستحيل؟ لا أضلني أشتغل. صار أحاول يعني لو ما يعني طلعش معي 100% يطلع 95% بس مش أقل من هذا الإشي. غير هيك بالجامعة أنا بدرس بجامعة عمان العربية، يعني أنا عم باخد مواد تسويق إدارة أخلاقيات، فهاي كلياتها شغلات أنه بتساعد بالشغل. حلو. يعني أنا إنه لحالي الأفكار تجيني ولحالي بعمل هاي القصص، فطبعاً يعني دخلني لكتير مجالات. يعني مش شرط خلينا نحكي أنت بتحبي الرسم تروحي فنون جميلة أو بتحبي التصميم تدرسي تصميم، أنت عم بتشبكي بين هوايتك وبين الإشي الأكاديمي. الإشي الأكاديمي برافو عليك. هو نفس الإشي، يعني أنا التصميم أخذته هواية. أوكي هو بده شغل وبده تعب بس بنفس الوقت لا، في جانب تاني إنه أنا بدرس بالجامعة وإشي ما يعني الكل بيحكي لي ليش ما درست تصميم. نعم. لا التصميم هواية وخليني أروح مسار تاني. حلو. عم نسمع عن أسماء أردنية عم بيكون لها بالفعل بصمة بعالم الأزياء، سواء فساتين سواء الإشي التراثي عم بيكون على شكل عصري. قد أنت بتنبسطي أنه صار في عنا منافسة، يعني صار عندنا سوق محلي فيه مواد وفيه أيدي عاملة برضو عم تتميز؟ صح طبعا أكيد. هلأ كمان الإشي عم بيصير عم تيجي الناس من برا لتاخد من هون فساتين، هلأ تعمل ديزاينات حلوة، صارت الناس يعني تبعت ناس من هون لعندهم يجهزون بالعرس، فإحنا كتير عم نتطور هون بطريقة يعني ماشيين مع الغرب بطريقة كتير سريعة. كتير حلو. قدي بتحسي كمان المحيط اللي حواليك يعني يشجعك؟ مثلا أنا لو بدي أرسم أو بدي أقدم فستان وحسيت ردة الفعل الأولية إنه عادي ما في إشي غريب يمكن ما أكمل. بالبداية طبعا كان في رفض. كان في رفض من وين؟ رفض إنه ليش إنه زي إنه إشي جديد. إشي جديد إنه لا إنه يعني مش واثقين بالإشي اللي أنا راح أعمله. بس هلأ يعني صار الوضع لا غير، إنه خلص حتى بكتير شغلات بالبيت بالجامعة الناس عم تيجي بتاخد رأيي فيها إنه أنا حمشي معها ولا ما حمشي معها، فصار في ثقة أصلا من الحوالي أكتر. حلو. بس مين عم بفيدك؟ يعني مين عم بعطيك تعليقات سواء مثلا من العيلة أو حتى يمكن مصممين إنه حلو بس اعمل هيك أو عم بضيف لك؟ لا هلأ أنا بتابع مصممين كتير، يعني كل يوم إلا ما أدخل على أشوف الموديلات الجديدة الألوان الجديدة. أنا مش ماخذ لسه ولا دورة ولا أي إشي. نعم. بعد الجامعة كتير حابة أخذ دورات. ما أخذتي لسه دورات ولا دورة ولا أي إشي؟ كتير حلو. فأنه بعد الجامعة مفكرة بهذا الإشي إن شاء الله. من العيلة لا، من زبايني نفسهم مثلا تيجي عروس تحكي لي شو رأيك لو عملتي هاي، لو كانت هذه هيك كانت أحلى. باخذ برأيها عادي، بحكي لها يعني تعيشوا فيها رح تكون هيك. حلو حلو. أنا بحب المصممين اللي بسمعوا من حواليهم مش بيقدموا القطعة أنا هيك اللي هي اللي هي عجبتك. لا أنا كتير يعني بتفرج على المصممين، بدخل على البدلات على بدلات مصورين يعني كتير بشوف حلو. الأفكار كتير، ما هي تجميع أفكار كل هالبدلات 100%. طب إيش بتحسي أصعب مرحلة؟ يعني أصعب مرحلة هل تيجي فكرة الفستان ترسميها التبقية أو الفينشنج الأشياء أنا أصعب النهائية. مرحلة إلي لما تقيسها العروس. لما أنا بدي أشوف تصميمي عليها رح يكون تمام أو يعني رح يكون في أغلاط أو إشي، فأنا لازم أي بدلة بدي أعملها أنا أدخل أشوف كيف هي طلعت أو إنه تمام ولا لا. حلو. قد بتكوني راضية عن النتيجة؟ حسب حسب، مش دائما 100%، هذا سر النجاح يمكن. يعني إنه بالأغلب إنه دائما راضية عنها، بس بحكي لو كانت هيك كانت أحلى. نعم. طيب لجين معنا آخر قطعة رح نختم فيها هاي موديل المجموعة اللي قدمناها لليوم. هاي قدمنا إيلاين. حلو. حكيتي لي هلأ مثلا هذا الديزاين بيلبق أكتر لصبية اللي شوي الملانة. حلو. برضو عم نلاحظ وجود الأكمام أكتر. الكوميد دانتل، هي من سنتين درجت الكوميد دانتل وصار يعني الكل يلبس هذا الموديل. يعني حلو. هذا البدلة كتير ناعمة، حتى الجلتر يلي فيها ببين بس على الإضاءة. حلو. اللون آيبوري بعيدنا عن الأبيض. لأنه الأغلب البنت السمراء بالأغلب إذا بدأ أنصح حدا بتاخد آيبوري. حلو. طب لجين كيف عم بتسوقي للقطع؟ يعني ممكن نشوفهم بمحلات فساتين أعراس ولا محل خاص فيكي ولا حسب الطلب؟ محل خاص فيه. كيف الواحد يتواصل معك؟ خبرينا. على البيج على الفيسبوك اسمه لوجين فور ويدنج دريسز. بالانجليزي. بالانجليزي لوجين فور ويدنج دريسز او لوجين سعد الدين على البروفايل الخاص، انا برد على الكل يعني. حلو. عندك غير على الفيسبوك؟
لا حاليا بس الفيسبوك. بنصحك انستغرام لانه كثير بين الصبايا دارج. ما احنا الفيسبوك مش ملحقين، خليها لبعد الجامعه. خصصي حدا، خصصي حدا مهم جدا. بتحسي السوشيال ميديا والمواقع طبعا اكيد انا الناس مهمة. يعني عم تجيني من كل المحافظات ومن برا، من برا الاردن عن طريق الفيسبوك. فيسبوك يعني عم بيجي ناس كمان من برا من الاردن. برا. عم بحب انا كثير ناس من السعوديه من لبنان نزلت اخذت بدلاتها، تنزل من المطار تاخذ بدلتها وتطلع تسافر. يعني هذا داعم طبعا اكيد كثير بكون مبسوطه. برافو عليكي. طيب لجن هيك اعطينا حلم، رح تتخصصي بس اكثر بفساتين الاعراس ولا حابه تكملي بيه؟ لا ان شاء الله بس اخذ دورات، رح ادخل بفساتين السهره، رح ادخل مجالات ثانيه، افتح فروع اكثر سواء بالاردن او برا. يعني كثير حابه هذا الشيء ان شاء الله، إن شاء الله. واشتغل عليه تطلع افكار غريبه جديده. كل التوفيق حبيبتي لك لجن. احنا دائما بنحب ندعم المصممين الشباب الطموحين. عم نحكي عن 20 سنه، عرفتي ايش بدك بالدنيا، عارفه ايش هدفك، وعم توصلي كمان من خلال قطع شفناها بالاستوديو. فشكرا كثير لحضورك، كل التوفيق لجايين سعد الدين. يعطيك الف عافيه.